السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقياكم وأجدد الترحاب بكم وأشكركم على دعمكم وثقتكم في قناتكم. إذن في إطار الاستعداد لامتحانات الكفاءات المهنية وفي نفس الوقت الاستعداد لامتحان التفتيش إذن أو ولوج مهن التربية، إذن كنعطيكم ملخص شامل لمشروع مؤسسة الريادة، وهي واحد مقاربة تدريس وفق المستوى المناسب. غنبدا لكم باللغة العربية، بقاو معايا حتى الاخر نفهموا كيفاش كتقدم اللغة العربية وشنو هي المراحل ديالها. ما تنساوش دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك مني كل جديد. اذا اللغه العربيه في مرحله الصار اللي كتكون في بدايه السنه كيتقدم واحد الرئيس، هذاك الرئيس اذا في المستوى الثاني كيكون مدخل الرئيس هو الكلمه، وبالنسبه للثالث والرابع والخامس والسادس كيكون مدخل الرئيس هو الفقره. ومن خلال النتائج ديال هذا الرئيس كتتم مستويات الموضوعه، اذا كيتم تموضوع المتعلمين الى مبتدئ، هو المتعلم الغير القادر على التعرف على الاقل على 6 ديال الحروف من اصل 8 حروف مختلفه. كاين مستوى الحرف اللي هو كيتعرف على الاقل خصو يكون على 6 من بين 8 ديال الحروف المختلفه، ولكن لا يستطيع قراءه على الاقل 6 الكلمات من اصل 8 ديال الكلمات. كتجي مستوى الكلمة هو أنه كيستطيع قراءة على الأقل 6 كلمات من بين 8، ولكن لا يستطيع قراءة فقرة بسيطة باسترسال، يعني بشكل مسترسل ودون ارتكاب على الأكثر 3 أخطاء متباينة، بحيث ملي كيقرا هذيك الفقرة إلا ارتكب لينا 3 ديال الأخطاء إذا كيكون هنا غير قادر على قراءة الفقرة، كيتموضع في الكلمة. كاين مستوى الفقرة، هنا كيستطيع قراءة الفقرة باسترسال ودون ارتكاب على الأكثر 3 أخطاء متباينة، ولكن لا يستطيع قراءة الأقصوصة بطلاقة ودون ارتكاب على الأكثر 3 أخطاء متباينة، يعني كيقرأ لنا الفقرة ولكن ما كيقراش لنا الأقصوصة أو كيرتكب 3 ديال الأخطاء متباينة. من بعد كتجي مرحلة الأقصوصة، هنا كيستطيع قراءة الأقصوصة بطلاقة ودون ارتكاب على الأكثر 3 أخطاء متباينة، ولكن لا يستطيع الإجابة بجمل، يعني ما كيستطيعش بجمل تامة وبشكل صحيح على سؤالي الفهم معا، يعني خصو يجاوب على دوك جوج ديال الأسئلة ديال الفهم ديال الأقصوصة باش ينتقل للمرحلة الموالية اللي هي مرحلة الفهم. هنا في مرحلة الفهم كيستطيع الإجابة بجمل تامة وبشكل صحيح على سؤالي الفهم معا. إذا هنا كنلاحظوا هادو هما المستويات ديال الموعظة اللي هما 6 ديال 6 ديال المراحل أو المستويات. إذا في اللغة العربية كاينين 5 ديال اللبنات، كاين لبنة الحرف، لبنة الكلمة، لبنة الفقرة، لبنة ديال الأقصوصة، وكاين لبنة النصوص الطويلة. إذا من خلال نتائج ديال الموضعة، هذاك الرئيس كيتسمى نتائج الموضعة، كنلقاو بأن كاينين مسارات، كاين المسار اللي هو مسار أقل من مستوى الكلمة، هنا هو المسار الأول، واللبنة ديال الانطلاق ديالو هي الحرف. كاين مستوى الكلمة وهنا هو هذا المسار الثاني اللي هو انطلاق، لبنة الانطلاق هي الكلمة. أما بالنسبة للمسار الثالث يعني أعلى من المستوى ديال الكلمة، وهنا لبنة الانطلاق هي الفقرة. إذا أما بالنسبة للإيقاعات في المستوى الثاني كنلقاو بأن الحرف كيتدرس في 12 اليوم، منها حرفان أو 3 أحرف متشابهة في اليوم، وبالنسبة للكلمة كاين 6 أيام كلها في حصة واحدة، يعني كلمة واحدة. وبالنسبة للفقرة كاين 4 أيام تيمة واحدة. بالنسبة لجميع المتعلمين ديال المستوى الثاني سوف يستفيدون من أنشطة تار وفق المسار الأول، يمكن تكييف المدد الزمنية بالنسبة للمجموعات الدعم التي توضع أكثر من 70% من متعلميها فوق مستوى الكلمة، وذلك بتخصيص وقت أكبر للبنة الكلمة ولبنة الفقرة. إذا هذا بالنسبة للمتعلمين المستوى الثاني. بالنسبة للمستوى الثالث كنلقاو إيقاع ديال أنشطة المسار الأول، كاين الحرف 10 أيام
ثلاثة إلى أربعة أحرف متشابهة في اليوم. بالنسبة للكلمة مثلا 8 أيام، تيمة واحدة كل 4 أيام. وبالنسبة للفقرة 4 أيام، تيمة واحدة. بالنسبة للأيام وأنشطة المسار الثاني، كل الكلمة 5 أيام وتصفية الصعوبات الخاصة بالحروف المتشابهة، يعني الصعوبة كل صعوبة كتعالج في يوم. بالنسبة للفقرة 12 اليوم، تيمة واحدة كل 4 أيام. وبالنسبة للأقصوص 4 أيام، تيمة واحدة. أما بالنسبة للمستويات الرابع والخامس والسادس، كاين المستوى ديال الحرف، فيه 6 أيام 3 إلى 4 أحرف متشابهة في اليوم. بالنسبة للمستوى الكلمة كاين 6 أيام تيمة واحدة كل 3 أيام. وبالنسبة للفقرة 10 أيام تيمة واحدة كل 3 أيام أو فقرة وفقرة في اليوم. بالنسبة للمستوى ديال الكلمة، كنلقاو يومان تصفية الصعوبات الخاصة بالحروف المتشابهة. في الفقرة 8 أيام تيمة واحدة كل 4 أيام وفقرة في اليوم. بالنسبة للأقصوصة 12 اليوم تيمة واحدة كل 3 أيام وأقصوصة في اليوم. بالنسبة للمستوى ديال الفقرة 4 أيام وتيمة واحدة كل 4 فقرات في اليوم. والأقصوصة 12 اليوم تيمة واحدة كل 4 أيام وأقصوصة في اليوم. بالنسبة للنصوص الطويلة 8 أيام ونص كل يومين وتيمة كل 4 أيام. إذا تيمة واحدة يعني كتعني لو تام، أو لو تام من نهجة كلمة تيمة. بالنسبة للهيكلة ديال الحصة كتكون على هذا الشكل، كتكون في البداية أنشطة ديال الاعتيادية 5 دقائق، من بعد منها كتكينا الأنشطة القراءة اللي فيها مهارة الاستماع والتحدث والملاحظة وإغناء المعجل في 15 دقيقة، ومهارة القراءة اللي هي فيها فك التشفير زائد الطلاقة والفهم 30 دقيقة. كتجي مهارة الكتابة في 10 دقائق. كتختتم الهيكلة ديال الحصة بألعاب 10 دقائق. وهكا كيكون لا فيديو ديالنا هنا بالنسبة للغة العربية. واللي عنده أي تساؤل ممكن يطرحوا ليا في التعليقات، راه كنجاوب عليهم. إذا لا عجبك لا فيديو، ما تنساش دير لي لايك باش ننزل بالفيديو الثاني اللي هو بالنسبة لمادات الرياضيات، كيفية تقديم مادة الرياضيات في مرحلة التعليم. وكنتمنى النجاح والتوفيق للجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.